قال واشنطن بوست اليوم في عددها في عنوان في مقال بعنوان ما وراء الاستيلاء على السلطة في السودان وتونس ظل المملكات الخليجية. وقالت أنه هذا الانقلاب هكذا توصيف واشنطن بوست وصفته بالانقلاب بطيء الحركة. لو قدر لواشنطن بوست أن تكتب مقالا عن المعارضة التونسية ماذا تراها واصفة إياها؟ بطيئة غائبة أم ماذا؟ أولا أستاذ حسين شكرا على الاستضافة أهلا ومرحبا بضيفك الكريم الأستاذ عز الدين الحزقي. لو قدر لأي مهتم بالشأن التونسي أن يصف المعارضة فإن الوصف الأقرب هو التشرذم والضعف. بعد 3 أشهر كما تفضلت بالقول لا توجد معارضة موحدة في تونس أو متجانسة، توجد معارضات يمكن أن نصنفها من باب التبسيط في 3 أشكال. هناك معارضة للانقلاب، هي معارضة مبدئية وصفت ما حدث من إجراءات يوم 25 سبتمبر بأنه انقلاب، وهناك معارضة لمسار الانقلاب ظهرت بعد 22 من سبتمبر، وهذه المعارضة كانت مساندة لإجراءات الرئيس، ولكن الفصل أو المرسوم 117 جعلها تتخذ مسافة نقدية من إجراءات الرئيس. وهناك المعارضة التي يمكن أن يمثلها الاتحاد العام للشغل وهي المعارضة الأخيرة، هي معارضة لعدم التشريك في تحديد مخرجات إجراءات الرئيس. وهذه الـ3 أصناف من المعارضة لم تتوحد بعد، وأظن أنه في المدى المنظور على الأقل من الصعب جدا أن تتوحد في جبهة يكون لها مشروع موحد. هناك خلافات أو اختلافات جوهرية بين هذه المكونات لا يستفيد منها إلا الرئيس.